70% من العمليات الأمريكية في أو ضد داعش خلال الربع الأول من العام كانت في العراق، 30 المتبقية في سوريا. حديث في الآونة الأخيرة أيضا يدور حول احتمالية انفصال الساحة العراقية عن تلك السورية، يعني هذا ما ورد على لسان وزير الدفاع العراقي منذ أيام قليلة. فهل تنفصل الساحتان وهل يحتمل العراق هكذا خطوة؟ الحقيقة العراق وسوريا هم جبهة واحدة، ليس بإرادة العراقيين أو ربما بإرادة البعض، لكن هنالك ضغوطات خارجية تجعل من العراق وسوريا هي جبهة واحدة، خصوصا أن هنالك قوات تقاتل تحت ما يسمى داعش الإرهابي، وهذه القوات هي قوات عراقية وطنية. لذلك نقول أنه الساحة العراقية والساحة السورية تعرضت لنفس الهجمة، وما يسمى داعش اللي هو المقصود بدولة العراق والشام يستهدف الأراضي السورية والأراضي العراقية على حد سواء، والحدود العراقية السورية مباحة للتنظيم داعش الإرهابي ومباحة للعمليات العسكرية سواء كان للتنظيم الإرهابي أو ربما لبعض الدول التي تحاول أن تجد لها موطأ قدم بهذه الدولتين. لذلك أقول أنه الجبهة العراقية والجبهة السورية هي واحدة سواء كان بإرادة العراقيين أو خارج إرادة العراقيين. أما نشاط تنظيم داعش الإرهابي بالأراضي العراقية، أعتقد داعش الإرهابي بالأراضي العراقية انتهى تماما. ما نتحدث عنهم ليسوا بدواعش، وإنما أناس مطلوبين للقضاة قاموا بجرائم بحق الإنسانية وبحق الإنسان العراقي وبحق دماء العراقيين، لذلك ليس لديهم موطأ قدم ولا يستطيعون التميع بالمناطق السكنية أو العودة إلى محل سكنهم. وفرضت عليهم الظروف أن يتواجدوا مثل الكلاب السائبة في الأماكن البعيدة التي هي خارج سلطة الدولة، لذلك يتنقلون بالخفي ويحاولون أن يتميعون بهويات ربما مزورة أو ربما بغير هوياتهم الحقيقية، والأجهزة الأمنية والسلطة القضائية العراقية لهم بالمرصاد، وكذلك القوات الدولية أيضا تطارد هؤلاء على ما ارتكبوه من جرائم بحق الإنسانية. نعم.